السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله مع منهج كونكت التواصل Primary 1 أو الصف الأول الابتدائي الترم الأولاني، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مع أول حلقة وأول درس في منهج كونكت الترم الأول لبرايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي، وزي ما احنا شايفين هو ده كوفر الكتاب كونكت برايمري 1 ستودنتس بوك، ونتنقل ونروح للصفحة اللي بعد كده. خليكم معي. وأول صفحة بعد الكفر على طول يا أصحابي الصفحة اللي بنكتب فيها اسمنا name و school اسم المدرسة بتاعتنا، class رقم الفصل بتاعنا، والdate الdate أو التاريخ اللي احنا بنكتب فيه بياناتنا، وطبعا الفريم أو البرواز الصغير الجميل ده بنحط فيه صورة جميلة لينا، لو عندنا صورة حلوة نقدر نحطها هنا. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، وده طبعا الكفر الداخلي للكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا. ونتنقل للصفحة اللي بعد كده، وهنا يا أصحابي بيعرفنا الكاركترز. الكاركترز أو الشخصيات، كاركتر يعني شخصية وجمعها كاركترز، كاركترز يعني شخصيات. تعالوا نتعرف عليهم كل واحد لوحده. طبعا أول كاركتر أو أول شخصية هتكمل معانا في كل منهج كونكت وكونكت بلس كمان هي بيزي بي أو النحلة النشيطة، النحلة بيزي بي، وهو ده شكل بيزي بي النحلة صديقتنا اللي بتعلمنا حاجات كتير قوي في منهج كونكت، ما تنسوش شكلها أبدا. تاني شخصية معانا هي شخصية ميس مونا، ميس مونا، وطبعا ده شكل ميس مونا هتقابلنا كتير قوي، خليكوا فاكرين شكلها كويس. وتالت شخصية معانا هي شخصية هاني، وهو ده صديقنا هاني، هيكون معانا في الترم الاول وفي الترم الثاني، ما تنسوش شكله خليكوا فاكرينه كويس. ورابع شخصية هي صديقتنا هنا، وهي دي صديقتنا هنا هتقابلنا برضو في الترم ده وفي الترم الجاي في منهج كونكت، ما تنسوش شكلها ابدا. وخامس شخصية هي شخصية اميرة، وهي دي صديقتنا اميرة بالضفاير الجميلة بتاعتها، هتفضل معانا في منهج كونكت برضو السنة دي طول السنة، ما تنسوش شكلها ابدا. وبعد كده شخصية يوسف، وسادس شخصية معانا هي شخصية يوسف، وهو ده صديقنا يوسف بشعره الكيرلي الجميل، ما تنسوش شكله ابدا. وهنا في البيج دي بيعرفنا على الشخصيات الستة او الكاركترز بتاعت منهج كونكت الترم ده، زي ما احنا قلنا من شوية ميس مونا، هاني، هانا، يوسف، اميرة، وطبعا صديقتنا بيزي بي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي، ونوصل للكونتنتس. الكونتنتس او المحتوى، طبعا الكونتنتس بتاع المنهج الترم ده اول حاجة او اول محور فيه اسمه about me. about me او عني، about يعني عن، ومي انا، about me عني. ويونت 1 او الوحدة الاولى اسمها hello، hello او اهلا، hello. ويونت 2 اسمها my school bag، my school bag يعني حقيبتي المدرسية، شنطة المدرسة بتاعتي my school bag. ويونت 3 اسمها this is me، this is me أو هذا أنا، this is me أو هذا أنا. والمحور الثاني في my world، my world أو العالم الخاص بي، العالم بتاعي، world يعني عالم. ويونت 4 اسمها let's play music، let's play music يعني دعنا نلعب موسيقى، let's play music. ويونت 5 اسمها it's my birthday، it's my birthday أو إنه عيد ميلادي، it's my birthday. ويونت 6 اسمها with my family، with my family أو مع أسرتي، with يعني مع، my family يعني أسرتي، with my family. والمحور الثالث the wider world، the wider world يعني العالم الأوسع، wider يعني أوسع، وworld يعني عالم زي ما قلنا من شوية، the wider world يعني العالم الأوسع.
وبيكلمنا في يونت 7 وبيقول لنا at home, at home يعني في المنزل, ويونت 8 at the pyramids, at the pyramids أو في الأهرامات, الأهرامات طبعا اللي احنا عارفينها بتاعتنا, ويونت 9 اللي هي at the beach, at the beach أو على الشاطئ. وبكده نكون أنهينا المحتويات بتاعت الكونتنتس أو المحتوى. وزي ما احنا شايفين قدامنا بعد كل يونت في حاجة اسمها البلاي تايم. البلاي تايم أو وقت اللعب, بنلعب لعبة بنفتكر بيها الحاجات اللي احنا تعلمناها في اليونت دي أو في كل واحدة من الوحدات دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معي ونوصل لسكوب اند سيكونس. سكوب اند سيكونس يعني التسلسل والتتابع بتاع الدروس في كل واحدة وفي كل يونت. ونتنقل للبيج اللي بعد كده ونوصل ليونت 1 هلو. يونت 1 الوحدة الأولى وعنوانها هلو, هلو يعني أهلا. وطبعا هنا بيزي بي صديقتنا النحلة الشقية بتقول لنا look, انظر, listen, اسمع, and repeat, repeat, وبعد كده كرر ثم كرر. look, listen, and repeat, look, listen, and repeat. وهنا طبعا الكاركترز او الشخصيات اللي احنا كنا بنتكلم عنهم من شوية بيتكلموا مع بعض. فاول حاجة مس منى بتقول hello, I am Miss Mona. hello, I am Miss Mona. فبيرد عليها صديقنا الصغير ده وبيقول لها hello, I am Hani. hello, I am Hani يعني اهلا انا هاني. وصديقنا التاني بيقول لها I am Yusuf. I am Yusuf. فهما الاثنين عرفوها على نفسهم. طب وصديقتنا اللي هناك دي بتقول لصديقتنا التانية ايه؟ بتقول لها I am Hannah. What's your name? انا هانا. What's your name? ما هو اسمك؟ فصديقتنا التانية بتقول لها I am Amira. I am Amira او انا أميرة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3. وهنا بيقول لنا listening. listening يعني الاستماع, and speaking, and speaking والتحدث او والتكلم. وبيزي بي هنا صديقتنا النحلة النشيطة بتقول لنا listen استمع, point usher, and say وقل. listen, point, and say. وهنا طبعا لازم نقول بعض الكلمات مع بعض. انا هقول الكلمة وانتوا المفروض تكرروها ورايا. اول كلمة لازم نستمع ليها وبعدين تشاوروا عليها وبعدين تقولوها معايا, هي كلمة hello. hello او اهلا. hello يعني اهلا. نقول مع بعض hello, 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 goodbye, goodbye, goodbye يعني مع السلامة. goodbye, 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 goodbye. وهنا I am Hani. I am Hani. I am Hani. I am Hani. I am Hana. I am Hana. I am Hana. I am Hana. I am Yusuf. I am Yusuf. I am Yusuf. I am Yusuf. I am Amira. I am Amira. I am Amira. I am Amira. وهنا بيقولوا البعض hello. hello. What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? What's your name? Hello. Hello. What's your name? What's your name? What's your name طبعا يعني ما هو اسمك, اسمك ايه. وبكده احنا عملنا listen او استمعنا وعملنا point او اشرنا على كل صورة واحنا بنعمل listen للمكتوب في الصورة دي. وكمان قلنا كل كلمة مكتوبة وقلنا كل حاجة المفروض
الأصدقاء بتوعنا هنا بيقولوها. وهنا بيزبي كانت بتقول لنا look and say، انظر وقل، زي ما عملنا من شوية، قلنا كل كلمة مكتوبة تحت كل صورة وعرفنا أصحابنا بيقولوا إيه وكررنا معاهم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 4 أو صفحة رقم 4، وفيها الفونكس، الفونكس أو الصوتيات والصوت بتاع الحروف. طبعا في منهج كونكت احنا بنتعلم نطق كل حرف والساوند بتاعه أو الصوت بتاعه، وده طبعا بيبقى موجود في جزء الفونكس أو الصوتيات، وكل يونت بيبقى فيها الفونكس أو الصوتيات بتاعتها ونطق الحروف بتاعها. والنهاردة عندنا حرف البي، حرف البي، وهنا بيزي بي بتقول لنا learn sounds، تعلم الأصوات، with بيزي بي، مع بيزي بي. وبيزي بي بتقول لنا هنا listen، استمع، and repeat، repeat يعني وكرر. فأول كلمة بتبدأ بحرف البي يا أصحابي عندنا هنا كلمة bag. 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 Bag يعني شنطة زي ما احنا شايفين قدامنا. Bag. 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 Book. 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 Book يعني كتاب زي ما احنا شايفين قدامنا. Book. 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 Blue. 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 Blue يعني اللون الأزرق زي ما احنا شايفين قدامنا. Be. 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 Be يعني نحلة زي ما احنا شايفين قدامنا. Be. 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 Bus. 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 بس يعني أوتوبيس زي ما احنا شايفين قدامنا. بس. 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 وبكده احنا عملنا listen أو استمعنا، وعملنا repeat، repeat أو كررنا، وعرفنا ازاي بننطق حرف البي اللي هو بيتنطق ب ب ب ب في كل كلمة من الكلمات اللي احنا قلناها من شوية، bag وbook وبلو وبي وبس. وهنا بيزي بي بتقول لنا look and circle B. look انظر and circle، وضع دائرة بي حوالين حرف البي في كل كلمة من الكلمات دي. فطبعا احنا شايفين قدامنا حرف البي مكتوب في كل كلمة in red color او باللون الاحمر. المفروض ان احنا هنعمل حواليه circle ونبقى حددنا حرف البي في كل كلمة من الكلمات دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة رقم 5، وهي اخر صفحة في درس النهاردة، وفيها حاجة اسمها الهاند رايتنج. الهاند رايتنج او الكتابة باليد، بنتعلم ازاي نكتب الحروف بشكل صحيح. وزي ما احنا شايفين قدامنا احنا بنتعلم النهاردة نكتب حرف البي، واضح قدامنا هي دي الطريقة اللي بيتكتب بيها حرف البي. وهنا بيزي بي بتقول لنا learn، تعلم، to write، ان تكتب، with بيزي بي، مع بيزي بي. learn to write with بيزي بي. وطبعا بنتكلم عن حرف البي زي ما احنا عارفين من شوية. وبيزي بي بتقول لنا look، انظر، trace، trace يعني تتبع بقلمك الرصاص، and say، and say وقل. زي ما احنا شايفين قدامنا المفروض ان احنا هنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا كده ونتعلم نكتب حرف البي بشكل سليم. وطبعا احنا واحنا بننظر على كل كلمة بننطق اسمها bag. bag. book. book. blue. blue. bee. bee. bus. bus. واحنا دلوقتي قلنا كل اسم كل كلمة، وهنعمل تريس بالقلم الرصاص بتاعنا على كل حرف من الحروف بتاعت البي المكتوب بالدوتس هنا، علشان نتأكد ان احنا حفظنا حرف البي بشكل سليم. لو حابين تتأكدوا اكتر ان انتوا بتكتبوا حرف البي بشكل سليم، قدامكم طريقة الكتابة بتاعتها. وقفوا الفيديو
جربوا تكتبوا لوحدكم، شغلوا الفيديو تاني شوفوا انتوا بتكتبوا صح ولا لا، رجعوا الفيديو تاني وتأكدوا ان انتوا كنتوا بتكتبوا صح ولا لا. ومطلوب منكم ان انتوا تحفظوا الخمس كلمات دول: bag, book, blue, bee, bus. احفظوهم كويس وتأكدوا ان انتوا بتعرفوا تنطقوا كل كلمة منهم بشكل صحيح، ويكرروا ورايا وكرروا ورا اصحابي اللي بيقولوا معايا علشان تتأكدوا ان انتوا بتنطقوا كل كلمة بشكل صحيح. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك وعرفنا ان انت استفدت. اتمنى ان انا اشوف 1000 لايك تحت الفيديو، اعرف ان في 1000 واحد استفادوا. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.